فندق الخروف في الاول كان قليل، دابا كثر ولا كلشي تيتعطى لي، واخا اللي ما تيجي عندي حتى شي واحد هو حاطو مجمع فيها مريح، فهمتي؟ حيت هادشي تيلعب على الثقه، على الكونفيونس ديال الناس، فهمتي؟ تيعرفوك من الاول، حكم حنا دابا راه شي 11 عام تقريبا ولا 10 سنين وحنا تنديروه، فهمتيني؟ بنادم اللي ما كانش عارف الثقه هادي راه ما يمكنش باش غايجيب لك الحولي ديالك منك انت وجبد، فهمتي؟ بحال دابا انت لك شي ساكن في شي موقع غير لائق تقدر تخلي ولدك يخرج للزنقه يلعب؟ ما غاتقدرش تخليه، دونك بحال هكاك انت لك شي عارف، الا انت كنتي حطيتي عندنا الحولي وتعرضتي لشي حاجه راه ما يمكنش غتعاود تجيبو لينا، فهمتيني ولا لا؟ وبالنسبه لفندق الخروف دابا تيدار في فين ولا بزاف الدائره ولات في السكن اقتصادي، حيت لابلي بار دابا بنادم تلقاه 50 متر و 54 ما بين 60 و 50 وانت صالح الدار ما يمكنش غتطلع حولي للدار، فين تطلعو؟ اذا طلعتي للدار اش غدير؟ تخرج بيت النعاس ولا اش غدير؟ تخرج الصالون باش تحط الحولي؟ ما يمكنش، فهمتيني ولا لا؟ هذا هو المشكل، علاش دابا ولات كثرات الدائره ديال فندق الخروف. وبالنسبه للثمن حنا راه تنشدوهم عند بنادم ب 20، حيت ديك الشاشه دير 24 سير 24، فهمتي؟ 24 20 درهم، كاين اللي بحال دابا تجي 10 ايام عنده 200 درهم تعطيك 300 درهم، داك الشيء تيلعب على الثقه وعلى التهلو، فهمتي؟ الا ما كانش التهلو ديال الحاجه بنادم برا مرات يقدر يهود مع 4 الصباح تيبغي يشوف واش كاين ولا ما كاينش. بالنسبه للدراري حنا راه ثلاثه، كاين واحد بنهار وجوج بالليل، فهمتي؟ ما كاين حتى شي اشكال. بالنسبه كشي سولتيني قلتي لي يا ودي واش عمركم تلقيتوا لشي حاله سرقه؟ ما عمر هادشي ما كان نهائيا. علاش؟ حيت انت جيتي في وسط، فهمتي؟ وسط حي الشعبي، المهم بعد شي ما عمرنا عشناه، حيت دابا الفندق الخروف مشى شي عمر حتى الليله اللي تيبقى اليوم وغدا العيد. علاش؟ باش اللي حاط في البطوار تيجيبو، اللي حاط عند العائله تيجيبو، اللي في شي عروبيه تيجيبو، اللي في مرجان تما تيجيبو ليله العيد، حيت المرجان ليله العيد تدي ديالك ما تيبانش عندهم، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. ملي تسالي راه خصك تجمع الزبل ديالك، ما زبعتيش الزبل ديالك راه العام الجاي ما تحطهاش حداهم، فهمتي ولا لا؟ هذا هو المشكل، راه كاع الناس راه ماشي راه منك انت وجبد، راه ما غاتبغيش نفس الغلط. واش نتايا غادير فندق الخروف غتقابل الناس ديالهم غتصور الفلوس ياك؟ غتجي تجمع داكشي ديالك وتمشي بحالك؟ ها راه ما جاتش، راه ما غيخليوكش العام الجاي، ماشي ما غيخليوك، راه هما فين غيمشيو؟ راه غيمشيو للقايد، غيمشيو للعماله، انت ما غاتعرفش كاع شكون غايجيك داكشي من الفوق، راه هادشي راه فايت تعرضنا ليه وفايت طرا لينا. عيد مبارك سعيد، ماشي الساكنه المغرب كامل عامه.